الواقع أن التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية تيار يعني يعتبر فصيلا من الفصائل أو طيفا من الأطياف التي تحويها فلسفة الإسلام، والتي لا ينبغي المسارعة إلى تكفير أصحابها، وإنما أن نفهم قولهم وأن نقدر جهدهم وأن نخالفهم فيما أخطأوا فيه. وهذا هو موقفنا من الإغريق أنفسهم. من يقرأ للكندي، وقد قلنا إنه كان بريئا من التأثر إلى حد كبير، قال: ماذا لو ضربنا أيدينا، هذا عبارته يعني الإقدام، ضربنا أيدينا في كلام هؤلاء فنظرنا فيه، فما كان فيه من خير قبلناه وما كان فيه من شر رفضناه، ويقول قبلناه وشكرناهم عليه، وما كان فيه من خطأ رفضناه وبينا لهم خطأهم فيه. هذا هو موقف الفلسفة الإسلامية. وجنعاً إنما الموقف العام للفلسفة الإسلامية أولاً دراسة كل شيء، يعني دعك ممن يقولون تحريم النظر في كذا في كتب الفلسفة أو في كتب الكلام حتى، هذا يعني كلام بعض المتشددين المنغلقين وليس هو الواقع. وهذا كلام ينسب لابن تيمية، مع أنك لو قرأت لابن تيمية تجد أنه لم يترك مذهبا إلا ودرسه. فالقول بتحريم النظر في بعض الكتب أو ما عبر عنه في بعض المناسبات بحرق كتب الآخرين، حدث هذا في، فهذا اتجاه لا يقبله الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي منفتح، والذي يقرأ القرآن يجد أنه لا يبين قواعد الإسلام وعقيدة الإسلام فقط، بل يبين آراء الآخرين وما هو فيه عن عقائد الأمم الأخرى أكثر من الكلام عن العقيدة الإسلامية. فالواقع يجب على كل مسلم مثقف أو دارس أو مشتغل أن يطلع على تراث أمته وعلى تراث الأمم الأخرى، وأن لا يخشى شيئا في هذا، وأن يقدر جهود هؤلاء، وإذا ما أخطأوا عذرهم ما لم يخطئوا في أصل من أصول العقيدة، وإذا أصابوا يشكروا لهم. فالواقع أن الاعتراف بدين الغربيين للفلسفة الإسلامية أمر صعب على أنفسهم، وهم قلما يعترفون به. والذي يؤكد هذا الكلام أنه أحسن كتاب في تاريخ العلم وأعظم مؤرخ اسمه سارتون، بروفيسور سارتون، وهو من أصل يهودي، يعني لا يتهم بالولاء للثقافة الإسلامية، وهو يقول بأن هناك مؤامرة صمت بالنسبة لدين الفكر الغربي للفكر الإسلامي وبالأخص في المجال العلمي، وأن الحضارة الغربية ما كانت لتقوم أصلا لولا انتقال أفكار كل من ابن سينا والغزالي وابن رشد والاختراعات الإسلامية في مجال الطب والزراعة والهندسة والرياضيات والفلسفة، لولا طبع هذه الأعمال في أواسط القرون الوسطى، القرن 14 والخامس عشر، وبدأت بعد ذلك فترة الحداثة أو الفكر الحديث. هم لا يريدون الاعتراف بهذا، وهو يسجل ذلك ويقول إن هذا أمر ثابت وهم لا يريدون الاعتراف به. بالنسبة لسؤال العقل والدين أو الفلسفة والإسلام، فمن ناحيتنا، من ناحية الفكر الإسلامي، محسومة. وأقول لك إنك لو جمعت بين كتاب الإمام أبي الحسن الأشعري اللي هو صاحب المذهب الأشعري المحافظ وبين كتاب فيصل التفريق هذا الذي ذكرناه، وبين كتاب ابن رشد
فصل المقال بين الحكمة والشريعة والاتصال، لما وجدت فرقا يذكر وتكاد تكون الأفكار واحدة. فنحن نؤمن بأن لا صراع بين العقل والدين، وأن القرآن أمر باستخدام العقل، والآيات الواردة في القرآن باستخدام العقل والتفكر والتدبر تبلغ نحو 700 آية. والعقيدة الإسلامية تقوم على عمودين، على النقل والعقل، على الوحي والشريعة من جانب، وعلى العقل والتفكير النظري من جانب آخر. والإلحاد كما يقول محمود قاسم نشاز في تاريخ الفلسفة. كبار المفكرين مثل سقراط، أرسطو، أفلاطون، تجد الإيمان بالله بوجه عام. ليس من الضروري أن يؤمن به بالصفات المعروفة في الإسلام، ولكن يسلم، نقول مؤمن بالمعنى العام، مؤمن بوجود إله. والإلحاد نادر في تاريخ الفلسفة. المشهور لدى العوام أن الفلسفة كفر، وأن الفلاسفة أغلبهم كفار، ولكن هذا خلاف التاريخ الواقعي. والواقع أن الدكتور عبد الرحمن بدوي شخصية بارزة وعظيمة في تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر. وأذكر أن أحد الأساتذة الأجانب في كلية الآداب، وهذا كلام قديم يعني في العشرينات والثلاثينيات، يقول عن عبد الرحمن بدوي إنه يؤلف حين يترجم ويترجم حين يؤلف، لم يترك تيارا من تيارات الفكر الإسلامي، سواء التصوف أو علم الكلام أو الإشراقية أو حتى الإلحاد والعناصر المنحرفة في الفكر الإسلامي إلا وألف فيها. وكان الناس يغتاظون منه لاهتمامه بهؤلاء المنحرفين، لكن لابد من التاريخ لهم. يعني قد تكره الحلاج ولكن لابد أن تقرأه. فالدكتور عبد الرحمن بدوي في الحقيقة منذ بدء حياته وهو يكتب ويبحث ويبذل جهده، وعندما كتب رسالته للدكتوراه قال عنه طه حسين إن هذا أول فيلسوف مصري. أنت تقول هل يمكن لمصر؟ ولذلك أنا أعتقد أن الأجيال اللاحقة سوف تحسن قراءة عبد الرحمن بدوي ودراسته من جديد، وظهور ما يمكن أن ما أسميته فلسفة مصرية، يعني فلسفة إسلامية لكنها تستفيد من كل التيارات، من الإغريق ومن الفكر المعاصر ومن التراث الإسلامي ومن التصوف ومن كل التيارات، وبالأخص من هؤلاء الذين ربطونا بالفكر المعاصر.